تفضل أخي. تعال على مستشفى الدكتورة يا أخرس. ماشي بأمرك. الأخرس بعد شوي بيوصل لهم، خلي موبايلك مفتوح. لوين رايح؟ تعرفي مو من عادتي جاوب على هيك أسئلة. كيف بتقدر تضل هيك عطول؟ يعني بلحظة بترجع بتنرفز وبتزور. قبل شوي صغيرة كنت حدا حباب وما في مثلك، وهلأ صرت تماماً كأنك شو؟ كأني ما عندك شعور وما فيك روح. ايه منيح. منيح؟ شوفي يا دكتورة، مو ضروري كل مرة ذكرك انه انا وانتي في بيننا اتفاق. ماشي اتفاق، وبتمنى ما تتجاوزي حدود هالاتفاق. يلا تفضلي. تحت امرك سيدي. إذا بدك اتصل بفرهاد وقل له أني أخذت تاكسي ورحت لعندي جيت. بكل الأحوال رح تقل له، قل له وأنا بقل له نفس الحكي، تمام؟ أصلي؟ مرحبا. أهلي؟ ممكن أخذ من وقتك؟ طبعا أهلا وسهلا فيكي. مين اللي إجا ماما؟ مرحبا. أنت اللي إجيتي؟ إيه طبعا، مين لكان؟ إجيت شوف إذا البطل طاب ولا لسه مريض. ليش واقفة على الباب؟ تفضلي فوتي. أهلا وسهلا. شكرا إليك. يسلموا إيديكي. ليش عذبتي حالك سونا؟ لا العفو، ألف صحة وهنا. أهلا وسهلا. أزجور ما شاء الله تحسنت صحته بسرعة، بس هاي عادة الأولاد يطيبوا بسرعة دائما. ايه طبعا تحسن كتير الحمد لله، مرقت على خير. أصلي أكيد أنت مو جاي لعندي لتسأليني عن صحة أزجور وبس، ما هيك؟ أبدا، بس ما عرفت وين بدي روح، اجيت لأتنفس شوي عندك. أهلا وسهلا. كل اللي هون بيعرفوا إنه هالبنت غيرتك كتير يا فرهاد، ما عداك أنت، هذا هو أنت. أصلي هي ما رح تفيدك أبدا، هي مثل العدو اللي أنت حابب دايما تضل قريب منه. أنا لشو عم عذب حالي معك؟ القصة مو بأصلي، القصة أنه أنت قبلت أصلي تسرقك منها، تسرقك من عيلتك وناسك، بس واضح أنك اخترت مع مين بدك تكون. يجيت شخص انطوائي كتير، كان هيك من أول ما تعرفنا على بعض، يعني في مواضيع مستحيل إنك تحكيها معه. مواضيع بتخص فرهاد وعيلته، ما هيك؟ ايه صح عرفت، قصص ماضي طفولته ما بحب يتذكرون بنوب، لحد هلأ بينزعج منه وبنفس الوقت بيشتقلهم، وكل ما اشتقلهم حالته بتتغير لدرجة إنه بيصير يبكي. يجيت مفكر إنه أخوه فرهاد استغنى عنه وإنه كمان ما بيحبه، يعني لو كان بيحبه ما كان تركه وما بقى سأل عنه. فرهاد ما رح يربح نامق أبدا،
رح يخسر نجدته بس ويجيته جلسون. معك حق، عيشته بكذبة كبيرة لأنه ما كان عندي حل تاني. بس انتي، انتي لوين رح ترميه هلأ؟ سونا آسفة، صار لازم روح لأني مشغولة. طيب على راحتك، رجعي مرة تانية، عم بنترك. أكيد رح أرجع. أصلي أنتي في شي عم بتشكي فيه هلأ صح؟ بس مانك متأكدة منه وما بدك تقليلي عنه، ما هيك؟ مو صح؟ مثل ما قلتلك سونا، بس اجيت لأني متضايقة وبدي شي مكان اتنفس فيه. ماشي. عيديها أصلي. أكيد. ألو، كل شي تمام عندك؟ عفوا معلم. ليش سكتت يا ابني؟ احكي. مرت أخي راحت عبيت النائب يا جيت. كيف؟ طيب لك ليش ما خبرتني من قبل يا أخرس؟ ليش ما خبرتني فورا؟ لساتها بالبيت؟ لا، طلعت وهلأ عم تتمشى على الشاطئ، أنا عم راقبها. إيه فعلا أنت عم تراقبها. ما قصرت أبدا، أنا قريب منكم هلأ جاي. وينه؟ دكتورة انت شو عم تعملي عندي؟ اختنقت ونزلت اتمشى وشم الهواء. لازم اخذ اذنك كمان؟ ايه لازم تاخدي اذني قبل ما تفكري تخطي خطوة واحدة. كلامي واضح؟ اذا رح تعملي عملية بدك اذن مني. انت جنيت على الاخير. انا مجنون من قبل. شو عملتي ببيت اخي يا جيت؟ شو بس اخوك يعني اللي عايش بهداك البيت؟ سونا هنيك كمان. خير شو بيومين صرتي رفيقتها لسونا؟ صارت حبيبتك؟ اشتقتي لها؟ شكيتي لها همومة؟ وإذا صارت رفيقتي شو خصاك؟ ما عملت شي غلط. غلطتي وغلطتي غلط كبير كمان. قلتي لي بدك تروحي على المستشفى ورحتي على بيت أخي. طيب ترك لي إيدي، مو حلوة إنه تسحبني بهالطريقة. طلعي على السيارة. ليش عطول بتسحبني؟ مو شايف إني فايتة لوحدي على البيت؟ لا تخليني أعيد كلامي. شو عم بصير معكم فرهاد؟ على طول بدكم تتخانقوا؟ ما بصير هيك، بكفينا مشاكلنا. يا ريت كل واحد يشوف شغله. عم تفهموا علي؟ صفية ماتت. نعم؟ ايه ليلة اللي راحت سرقوا مصارية باستراحة وقتلوها بالحمامات، هيك قالوا لنا. سمعت بهالشي وكتير استغربت. المهم امشي. شبك اهدى شوي وقف. يعني حتى لو ما كنتوا بتحبوها في إنسانة ماتت، شو ما عندكم مشاعر؟ لك أنتوا بشر ولا لا؟ شو هالعيلة هاي؟ الظاهر أنا كان لازم أقتلك هداك النهار يا دكتورة. ليش شو عملت أنا؟ ما راح تروحي على بيت يا جيت مرة تانية، ممنوع حتى تفكري بهداك البيت. إذا بدك تشتكي علينا روحي على النيابة. لو بدي اشتكي عليكم كنت اشتكيت قبل يا فرهاد، ليش هيك عم بتقول؟ رحت لهنيك بس لشوف أزقور وأرجع. رحت مشان شوف سونا. ممنوع تطلعي من هاي الغرفة. فرهاد، ما عم صدق اللي عم بيصير. ست يتار، عملتي منيح يا بنتي يا أصلي. اللي شايفته إنك عملتي مثل ما نصحتك وما خبرتي فرهاد شي أبدا. إيه ما خبرته صحيح، بس عملت هيك كرمال مصلحته إلو، مو لأني عملت بنصيحتك. مصلحة فرهاد صارت شغلتك أنتي؟ ولا حضرتك بدك تحمي ابننا منا؟ وأنتي من كم يوم تعرفتي عليه؟ ايه أنا مشان هيك أصلاً بدي أحميه منكن يا عيلة. مو شايفين حالتكن أبداً؟ كل اللي بهالبيت إيدن على خصرن،
ونازلين مؤامرات وتهديد ببعضكم. حتى وقت واحد يزعل البقية بيفرح، وكل الوقت عم تعملوا حيل ببعضكم. سكري تمك. أصلاً أنا ليش عم أحكي معك؟ مو متحمسة لضيع وقتي بحكيك اللي مليان سم. بس تأكدي منيح إنه عيوني تفتحت، مشان هيك كشفت كل حدا بهالبيت وعرفت لوين بده يوصل. اسمعي يا كنتي الحلوة، أحسن لك إنه ما تطولي لسانك، وكمان لا تفتحي عيونك كتير. إيه برافو ليكك، رجعتي لحقيقتك. استغربت كيف تحولتي بالفترة الأخيرة. عكل حال أنا مو من طبعي إني هدد مثلك، صح مو أسلوبي، بس حابة إنه ذكرك بمثل قديم شعبي شوي، بس منيح لحالتك. الحية قد ما غيرت لونها بتضل حية وعضتها بتسمم، لهيك قتلها. هلأ تفضلي اطلعي لأنه بدي ضل حالي شوي. عشو مستعجلة؟ لسه رح تبقي كتير لحالك، لهيك روقي ولا تنغري بحالك.